هاي ماي لوف، من اهم التوبكس اللي على طول بتسالوني عنه هو ريليتد تو نيوتريشن. لانا كيف بتاكلي؟ كيف انت هيلثي؟ شو الروتين؟ فكيف لما عرفتوا انه ام بريجننت اكيد صاروا الاسئله هاو دو ايت دورينج بريجننسي، هاو دو يو ستي فيت. كثير محمسه انه احكيكم اليوم عن هيلثي ايتينج دورينج بريجننسي، بس بديكم تتذكروا انه انا ام نوت ا بروفيشنال، ام نوت ا نيوتريشنست، عم بعطيكم ماي بيرسونال ادفايس اند اكسبيرينس. كرمال هيك عم نحضر نيو ابيزودز حينزلوا من بعد هيدا انترفيوز مع نيوتريشنست اند بروفيشنالز، وحيكون في كمان شويه ريسيبيز كيف تقدروا تحضروا a healthy breakfast or healthy snacks to give you an energy boost throughout your pregnancy. So let's start with a general overview today. It's a well-known fact انه خلال اول 3 اشهر من البريجننسي ما لازم ابدا تضيفوا ولا كالوري لير دايت، خاصة انه الجسم اوريدي بيكون عنده all the storage وكل شيء لازم البيبي ياخده من his mom. In this part of the pregnancy منركز على vitamins على supplements وهول اجمالا تاخدون من your doctor or your nutritionist. بالنسبة للsecond trimester usually منضيف between 200 and 300 calories that diet and 500 calories by the last trimester. اكيد هيدا الشيء ما بيعني انه اذا ما كنتوا جوعانين لازم تجبروا حالكم انكم تاكلوا 5 extra calories or 300 extra calories. الفكره هي انه لازم تضلكم عم تاكلوا in a balanced way and in a healthy way. اكيد في قصص بتصير معكم مثل food aversions، يعني لما بتكرهوا نوع معين من الاكل او food cravings، لما بتحبوا قصص اكثر مثل مثلا انا usually كثير بحب السكر، يعني I'm addicted to chocolate and addicted to desserts. خلال فتره البريجننسي ما عم بقدر ابدا، عم بحب القصص يلي ساور اكثر يلي acid اكثر، سو اكيد عم خلي انه my snacks يكونوا متوجهين يعني towards these types of fruits or these types of aliments. كمان إذا كان عندكم أي type of food aversions، مثلا أنا ما قدرت أكل red meat، لازم شوف بأي طريقة أقدر to compensate هول قصص، يعني اللي بيكونوا packed with iron، يعني instead of meat eating lentils, spinach or any kind of elements that are high in iron and folate. خلال هالفترة جربت إنه to stick to good fats لأنه it's essential للbrain تاع البيبي، فركزت على الوالنوت، الأفوكادو، الأوميغا 3 وكل هالقصص يلي كتير مهمة. أكتريتكم يمكن منكن immune to toxoplasmosis، so في كتير قصص ممنوع تاكلون مثل الرو فودز مثل السالدز إذا كنتوا بريت البيت أو الكت فروتس. أنا I was very very lucky to be immune. ما بعرف شو كنت عملت لو ما فيني أكل سالدز وفيجيز وفروتس خلال my trips. يعني تخيلوا إنه كون أنا مسافرة 3 weeks and I cannot get any source of fibers، كان عن جد تغيروا الأمور علي. وبعرف انه some women they cannot، وعن جد بقلكم اجيتكم انه it's so hard. من الريماركس يلي صاروا يوصلوا لي هو انه how can you eat sushi؟ why are you eating sashimi؟ how can you eat raw food؟ اكيد انا ما كنت بعدني ما باكل بحيالة محل سوشي or sashimi، I'm very picky about where I eat my raw food. So I'm lucky to be able to eat the things I truly love. القصص يلي عن جد وقفتها completely هي الرو ميت. انا اساسا ما كثير باكل لحمه، واذا اضطريت اكل لحمه لانه ماي مام جبرتني تا يطلع الايرون شوي معي كنت عم باكله very very well done. ما بديكم تضحكوا بس انه it's not because you're pregnant and you have to eat organic. اوكي لازم الواحد اذا كان عنده الاوبورتونيتي انه ياكل اورجانيك اوكي فيري جود، بس ات ذا اند اوف ذا داي ا بالانسد ميل هو ميل فيه من كل شيء، يعني فيه شويه كاربز، fibers, proteins, sugar. يعني لازم يكون في good fats, a bit of everything in your meal. بعدين regardless of the source of the food، ما عم بقولكم انه تاكلوا بحيالة محل. من المين tips يلي فينا اعطيكم اياه للبريجننسي هو انه جربت اكل my three main meals بالبيت. يعني انا كثير بحب اكل البيت والهوم فود، كنت عم بتوحم على traditional Lebanese home food، وهيدا الشيء خلاني انه حافظ على وزني وخلاني انه حافظ على good blood test results. يعني كان كل شيء very complete. قلت لكم بس لما كنت انا ما عم باكل ابدا لحمه ونسيت اكل iron packed foods مثل السردينز، السويس تشارد، الكيل، اللانتل، هون شوي كان عندي مشاكل صغيره بس دغري رجعت عوضتهم. لازم الواحد ما يكون frustrated، لازم تقطعوا قصص بتحبون. اذا عاملكم ديزرت once a week or twice a week لازم التشيت ميلز لكم يكونوا موجودين. At the end of the day you are a regular person, being pregnant doesn't make you any different. أكيد من الإسانشلز هو إنه الواحد يخفف كافيين. أنا إسانشلي ماني حدا addicted to coffee، كتير بحب الفكرة إنه I have my coffee in the morning، بس I can easily have it
كافين فري او ديكاف وفي لانه بياخذ ا فيري هاي دوز اوف فيتامين سي افري مورنينج انا ستيك تو فروتس ذات ار هاي ان فيتامين سي انا بجرب اخذ ان اورنج ان ذا مورنينج او باكل شويه جريب فروت وهذا الشيء بيساعدني وبيعطيني انرجي اكثر بكثير من القهوة. كمان لازم تنتبهوا إذا شربتوا قهوة الصبح ما فيكم تشربوا green tea بعد الظهر. It's too much tein and caffeine. So maybe you should stick to herbal infusions or specifically focus on water. الماء هي أهم شيء بالpregnancy لأنه رح يزيد الدم بجسمكم وحتحتاجوا لأكتر blood pumping to irrigate the uterus or irrigate the baby. So لازم تعلوا ل 2-3 liters إذا مش أكتر. خاصة إذا كنتوا عم تتمرنوا أنا الحكيم بيقول لي hydrate 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 is the main tip. وأنا أول البريجننسي لأنه ما كنت عم بقدر أكل كنت عم باخد كتير juices وsoups تضل hydrated لأنه في فترة لما مردت طاعت بdehydration واضطروا يحطوا لي مصل بالمستشفى. So you want to avoid these things. Last tip فينا أعطيكم إياه هو إنه إذا كنتوا أنتم ما بتروحوا إجمالاً عن نوتريشنست إنكم تلاقوا the right nutritionist وتروحوا لعندها مرة بالشهر. مثل ما مرة بالشهر لازم تشوفوا الجينيكولوجيست لازم كمان تشوفوا your nutritionist. بتساعدكم إذا كان عندكم cravings كيف تقدروا تاكلوا منهم بدون ما تنصحوا. إذا كان عندكم food aversions بتقلكم مثلاً أوكي ما بتحبوا اللحمة لازم تاكلوا هيك تتعودوا لأنه professional nutritionist بيكون عنده specific diet للpregnancy وكل ما بتنتقلوا من trimester للتاني بتقلكم وين الكالوريز بتدفون لأكلكم. يعني لما بيقولولكم last trimester هي 500 كالوري هي منا لوحين chocolates يعني it can be a glass of milk it can be crackers it can be an extra fruit. ففكروا بهول القصص لأنه كتير مهمين. Meanwhile هيدي كانت الgeneral view تاع my pregnancy so far. خليكن معي لأنه هنطلع الأبيزودز مع nutritionist very soon. بليز تركولي comments مع الأسئلة اللي بدكن اسألون للnutritionist وإذا كان في specific recipes عبالكن تشوفون قلولي كمان وإذا كان في عندكن أسئلة عن superfoods ضروريين بالpregnancy أو لا أو الفيتامينز كمان let me know. So subscribe to my YouTube channel to stay updated and see you then.